المشاهدون الكرام حبابكم، وإن شاء الله دائما سالمين وتامين ولامين. نلتقيكم مرة أخرى في نادي الاعترافات لنقلب معا دفاتر التاريخ والفكر والسياسة والثقافة في السودان، دون ما مقدمات، معي شخصية كبيرة ومعروفة في الساحة السودانية، وهو البروف عبد الله علي إبراهيم. هذا الرجل الذي دخل العمل العام منذ سنوات طويلة ونافح بأفكاره وبآرائه وطرحها عبر منابر شتى، وهو الشخصية التي مارست العمل السياسي من خلال يعني تأطير فكري وسياسي عبر الحزب الشيوعي السوداني تارة، ثم في مواقع فكرية أخرى كان له أدوار ولا زال في العمل العام بالسودان. لا أريد أن أطيل الحديث حوله، ولكن الحوار هو الذي سيكشف لنا الكثير والمثير من خلال الاعترافات التي اتفقنا عليها قبل أن نبدأ هذه الحلقة والإفادات والمراجعات. بروف دكتور عبد الله إبراهيم، مرحب بك في نادي الاعترافات. مرحب بك. يعني إحنا حقيقة يعني حريصين من خلال هذه الحلقة أن نقلب معك ونقيم أحداث التاريخ السياسي القريب والمعاصر والآني. مرحب. تتفق معي أنه نحن ممكن نسجل اعترافات كبيرة ومهمة؟ خلينا نعمل في ذلك. نعمل على ذلك. كويس جدا دكتور. أنا ببدأ معك بترس خفيف وتلغين حتى نلقى نفسنا دخلنا في الموضوع بعمق وبأبعاد صريحة. نعم. يعني كيف وأنت باحث وأستاذ ومفكر دارين نفيد الأجيال الجديدة، كيف دخلت الشيوعية السودان؟ نعم، يعني طبعا يعني نقطة البدء هنا هي الحركة الوطنية. يعني الحركة الوطنية اللي قامت منذ تقريبا المعلم الرئيسي بتاع حركة 1924، ثورة 1924، لكن طبعا كان في نشأة وثقافة وكذا وكذا، ولغاية ما جينا لمؤتمر الخريجين وماشيين في مقاومة الاستعمار. فبعض الناس بيفتكر أنه الشيوعية كأنها جاءت يعني معتزلة متناقضة أو أنها تيار مختلف. الشيوعية جاءت في داخل الحركة الوطنية، في السياق ده، في داخل الحركة الوطنية. صحيح. وجاءت لأنه بعض كتبه وبعض نظرياته شرحت ما هو الاستعمار. يعني بعض الناس يعني الحركة الوطنية عامة كانت بتفتكر الاستعمار ده ناس أجانب مثلا، ناس كفار، الشيء المحسوس المادي. ايوه، لكن لما الشباب المتطلع فيما بعد الحرب العالميه بدا يقرا كتب ماركسيه وعملت له تعريف للاستعمار مشبع ومقنع، لانه اول مره تربطه بالراسماليه، وتربط لهم بال يعني بالعالم الغربي وعالم الرأسمالية، ويفهموا أنه هذه جماعة يعني مجهت لأنها كافرة ومجهت لأنها يعني تستفزنا، هي جاءت لأنها تأخذ موارد وترتبها وتبعثها وتستغرب. فلذلك يعني الشيوعية هنا درجة عليا، أصبحت زي درجة عليا أو كذا من الحركة الوطنية. يعني الناس اللي جاءوا إليها جاءوا يبحثون عن معنى الاستعمار الذي ظل مخيم عليهم السنوات دي كلها. ويبغى التحليل الماركسي. التحليل الماركسي أداهم معنى لهذا، أو قدرة على التحليل. ولذلك كل ما تقرأ عن هؤلاء الشباب وكيف الشباب اليساري ده كيف دخل إلى الماركسية، هتلقاه يقول لك والله قرينا كتاب لينين الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية وفتح رأسنا. لأنه قبل كده نسمع من قوات الحركة الوطنية ناس أزهري وغيرهم، وهؤلاء يعني الأجانب أو هؤلاء كذا أو هؤلاء الكفار كما يقول الإسلاميون، ونطرد هؤلاء الكفار. لا، دل كفار، لا كفار عندها معنى، لكن كحقيقة اجتماعية وسياسية وعولمية أنه دي نظام عالمي شملنا
كلنا، شمل المسلمين وشمل البوذيين وشمل ما يسمى زمان بالوثنيين، فوضعنا أمام ظاهرة عالمية. يعني إذا أنت دار تقول إنه التحليل الماركسي للاستعمار في الوقت ذاك يمكن يكون كان التحليل العلمي الوحيد أو المتفرد. بالضبط، الجيل ده طلع يعني بيسمع كلام الوطنيين، قادة الحركة الوطنية، لكن هو براه بحث عن جاءته الماركسية، وطبعا ما كان في مهرب من أنها تأتي. نعم. لأنها برضه مسكت الكون وكانت لها إنجازات معلومة في الحرب العالمية الثانية وكده، فيعني لكن بدأت هذه الكتب تتسرب من مصر ومن غير مصر يعني، وبدوا الناس يقرأوا هذه الكتب، وفي كل ما يقرأ كل ما يشعر بأنه في معنى وقع لهم لم يكن موجودا وقع لهم في الساحة. في الساحة وأنت دارس للتاريخ ومدرس وأستاذ للتاريخ سواء كان في جامعة الخرطوم أو الجامعات الأمريكية في السنوات الماضية وحتى الآن، دايرك تاريخيا كيف تتذكر لي من هو أول من أعلن أنه هو شيوعي سوداني؟ طبعاً الحركة الأساسية نشأت في 46 45 46 من طلاب جاءوا من مصر، منهم عبد الوهاب زين العابدين، عوض عبد الرازق، وبعض دكتور آخر، ديل شكلوا الحركة اسمها الحركة السودانية للتحرر الوطني قبل الجبهة المعادلة للاستعمار. قبل 45 46، وديل اصلا كانوا في مصر. الدكتور عبد الوهاب زين العابدين كان في مصر ومتصل بالحركة الاشتراكية والماركسية مصرية في مصر، ومعه ناس في السودان، ناس محمد عمر بشير، ناس الدكتور مصطفى السيد، لكن عملوا هذه النواة، لكن كانوا متحفظين في الإعلان عن ماركسيتهم، وكانوا أميل إلى أنهم يعملوا في مؤتمر الخريجين ويعملوا في حركة الأشقة والحركة الاتحادية تحت مظلة اشتراكية. يعني ماشيين مجاهدين مطلعين مستنيرين مجاهدين ولا مناضلين؟ الاثنين الاثنين خد الدائرة. فلما يعني جات الفترة بتاعت 47 وبدأت تصهر الحركات الشعبية، بالذات الحركة العمالية في عبرة بقيام هيئة شؤون العمال في 47، قبل ذلك كان في إضراب مشهور في الجزيرة، إضراب مزارعي الجزيرة في 46، وتحركات أخرى عديدة، وبدت تصهر حركة جزرية، بمعنى أنها من الجذور ومن القواعد، ليست من الصف في مؤتمر الخريجين وغيرها. دي بدأ ناس من الطلاب الجايين من مصر ومن هنا بدأت يتناقموا معها ويسفروا عن ماركسيتهم، وده كان موضوع الصراع ما بين عوض عبد الرازق الرجل مهم وما بين عبد الخالق. 47 عوض عبد الرازق استلم الحركة من عبد الوهاب زين العابدين، لأنه عبد الوهاب زين العابدين كان عنده تقية وكان يعني ما عاوز يسفر بماركسيته وبجزريته. استلم عوض عبد الرازق سنة 47، لأنه عوض عبد الرازق جاي من مصر زي عبد الخالق بجزرية شديدة ومن ناس هنا الكوريل والحزب الشيوعي المصري وكده. ف47 برضو جو 49 جماعة بتاعتنا عبد الخالق شعروا بأنه أخونا عوض عبد الرازق برضو ما داير يسفر ولسه عاوز يمشي في الميول لحسابات متعلقة بالمجتمع السوداني لكن ديل ناس عبد الخالق وجماعته ناس التجاني الطيب وغيرهم جاءوا الوسيلة وكذا جو بعقيدة أنهم يعلنوا أنهم شيوعيين. 49 حصل انقسام في 51 نتيجة الصراعات دي، نسفر أو لا نسفر. عوض عبد الرازق من رأيه أنه لا لم يحل الوقت. وإنتوا بتتكلموا عن طبقة عاملة، ما عندنا طبقة عاملة ذاته. طبعا ده كلام ما صح، لأن الطبقة العاملة كانت موجودة والإضرابات والتظاهرات وكذا. فمن هنا 51 حصل المؤتمر اللي انقسم فيه الحزب ما بين جماعة عوض عبد الرازق وما بين جماعة عبد الخالق. جماعة عبد الخالق قالت نحن نعلن هذا حزب شيوعي ونحن ماركسيين ومركزنا الطبقة العامة. عوض عبد الرازق قالوا لا، انتوا
مسرفين أنتم مستعجلين وأنتم منبطحين على النصوص وكذا. فده الانقسام اللي حصل بعد 51. استمر التيار بتاع إعلان الحزب الشيوعي والذي تم في المؤتمر الثالث للحزب في 1956. افتكر الموقف ده كان صعب 100% 100% كان صعب. طيب يا دكتور، إذا معناها ما بنقدر نقول أول من أعلن الشيوعية هم، هي مجموعة رأت التقديرات دي، غادة عبد الخالق محجوب. نعم. طيب أنا شوي شوي حسخن. لما كانت المرأة أنا حابرت. ولما كانت الماركسية مرتبطة في مناهية بالإلحاد، يعني مرتبطة بالإلحاد باعتبار جزء من النظرية، في تحليل عميق جدا في الجانب ده، نحن طبعا قضى عما معه، ولكن دي رؤية طرحت. هل كان الحزب الشيوعي السوداني هو، ونحن في المرحلة الآن أنا وإنت بتاعة الراحل عبد الخالق، رأى أنه لابد من إعلان هو مجموعته إعلان تسمية الحزب الشيوعي. أيوه. حزب الشيوعي ده لكن عنده حاجاته الكاملة والمتكاملة، موقع عقيدته السياسية والفكرية وفي مسألة الدين وكده، هل الجانب ده ما قدروا الشيوعيين السودانيين أو الشيوعيين السودانيين ما قدروا على هذا الجانب، شالوا برا، ولا تعاملوا معه بوجهين، شيء ظاهر في الترابيزة وشيء بيتحد؟ موقف الحزب الشيوعي السوداني اللي أعلن عنه عبد الخالق بحسب السياق التاريخي عمل شنو مع الجزئية دي؟ طيب أنا أقول لك كلام، الماركسية هي ضد الإلحاد، ده كلام كلام يعني أنا ذاته فوجئت به، لأنه ماركس بيقول أنه الملحد هو كالطفل، فده كلام ماركسي. نحن في موضوع الإلحاد ده بنعتبره طرف، وبنعتبره يعني بيعبر عن مزاجات برجوازية وغيره وغيره. نحن بنعتقد أنه إذا أنت يعني في المجتمع أنت بتنقض الأرض ولا تنقض السماء، بتنقض القوى الاجتماعية التي تضطهد وتستقل وتظلم، أنت لا تنتقد السماء، لكن السماء فيها عدالة، السماء ما لنا دخل. نحن موضوعنا ده، الناس المهتمين بالجوانب المعاد، احنا في المعاش، الناس اللي عندهم جوانب في المعاد مسموح لهم يعبروا عن نفسهم وكذا وكذا. فلذلك ده حاجة واحدة. الحاجة الثانية انه اي حاجة صدرت مننا في الفترات الخمسينات الاربعينات الخمسينات انت صدرت، اذا قالوا والله نحن ملحدين او قالوا الله ما في او الكلام او ابونا الطبيعة، يا اخي نحن كنا اولاد صغار، الجيل ده كان يعني عبد الخالق ده المستلم الحزب كان عمره 23 سنة، وده جيل برضو تربى في الاطار الانجليزي، يعني بيشربوا بيغنوا وزي حكاية الحاجات عندهم الدين والحاجات دي زي حاجات قديمة قديمة قديمة، وده كان يشترك فيه كل شباب في الوقت ده، في الوقت ده كله أي شاب كان بيشترك في هذه الخصلة دي. فأي حاجة الناس بيتذكروها لينا من جيلنا الذي سبق، الأجيال الذي سبقنا في الحركة الشيوعية، في كان ده أولاد بتاعت 18 18 19 20 سنة. ما في الحاجة الثانية، نحن في النشاط العملي يعني مشينا للقوى الاجتماعية اللي عاوزين نمشي لها، نحن مش جايين لأي زول، يعني ما جايين لمشايخ الدين، ما جايين للطرق الصوفية، نحن ما جايين للصفوة، نحن جايين للشعب الكادح، الطبقة العاملة والمزارعين وغيرهم، نعمل أحلام. الناس ديل ما قبلونا من اليوم الأول. كيف تفسر أنهم ينتخبون في مدينة زي عطبرة في النقابات؟ كيف تفسر أنهم يقبلون في اتحاد المزارعين سنة 53؟ كيف تفسر أنهم يقبلون في حركة الطلبة وأصبحنا جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية السودانية؟ نحن جينا بالانتخابات وناس قبلونا، الناس دي ما مسلمين؟ ما هو تقديرهم؟ يعني أنت ما تبقى وصي عليهم، هم عارفين كل حاجة، لكن أنت كنت بتعرض نفسك مش كداعي للدين، وإنما كنت داعي للنقابة، داعي للاتحاد، داعي لكذا، وما خذلونا. وأنا أضرب لك مثل، حلوا الحزب سنة 65 صح، وكانوا يناقشون في البرلمان يعني إجراءات، مزيد من الإجراءات
يعني ما يعينهم في التعليم ما كذا ما كذا في الوقت بدعوة التطهير وغيره. في الوقت ذاك توفي مولانا المرضي محمد أحمد المرضي نائب الدائرة الشمالية التي تشمل وسط الخرطوم والبراري وغيرها. صحيح. ويعني في ذلك الوقت نحن في الحزب الشيوعي نزلنا الأستاذ أحمد سليمان في الدائرة مستقل مباشرة، والشعب صوت لأحمد سليمان وفوزه. ماذا تقول عن هذا؟ رغم علم الناس بشيوعيته بعد الحل، هو الحل لسه، الحل لسه أخضر لسه خام ويناقش في البرلمان. لكن بس كون المرشح ينزل مستقل ما دي فيها نوع لا من لا يعرف أحمد سليمان ما لا يعرف معروف، لكن لأنك انت محلول قانونيا. أوكي. قانونيا انت محلول. أيوة. فما ممكن تقول للسبب له ده. للسبب ده لكن أي إنسان كان عارف أنه ده مرشح الحزب الشيوعي وصوت له ولسه الدماء بتاعت حل الحزب الشيوعي لم تجف. وأذكر أنه يعني جرت مناقشة في البرلمان تلقاه في الوقائع بتاعت البرلمان واحد من المحامين قال لهم يا إخوان أنتم بتناقشوا دلوقتي حل الحزب الشيوعي وتجريد وكذا وكذا، وأنا مبارح كنت معاكم في بيت أحمد سليمان كلكم جيتوا هنيتوا. وقال لهم البرلمان ده ذاته وين هسه؟ البرلمان اللي قاعدين فيه ده موقعه شنو؟ موقعه في دائرة أحمد سليمان. الذي يمثل المبنى بتاع البرلمان هو أحمد سليمان. فلهذه الحقائق كلها نحن اتجهنا نحو الكادحين، والكادحين شالونا في عيونهم وانتخبونا وفي عطبرة وفي الدائرة الجنوبية وفي الانتخابات والبرلمانات وفي نحن ما فاضين في الكلام الثاني ده. بس ما شكلتوا قوة يعني أنتم موجودين في المجتمع في في الصحافة في غيره، لكن في البرلمان الوجود ما كان مؤثر. نحن كويس معتقدين في البرلمان، نحن شيوعيين تاني ما بيعتقدوا في البرلمان ذاته. نحن منذ المؤتمر بتاعنا بتاع 1956 المؤتمر الثالث وضعنا الخطة بتاعتنا أنه سنصل إلى الاشتراكية عن طريق البرلمان. لذلك إذا جاء مننا واحد نفرح، اثنين نفرح، كل مرة بنشعر بكسب. اهتمام بالكيف وليس الكم، واهتمام بأنك أنت طريقك إلى الاشتراكية حيكون عن طريق البرلمان مش عن طريق الثورات والكذا. نعتمد البرلمان ونسير فيه. فلذلك يعني عددنا يعني العدد مش مهم، نحن البرلمان شغال لكن نحن شغالين نغابات، شغالين إعلان، شغالين دعوة، شغالين يعني نحن بنؤثر على السياسة العامة. مثلا في 58 لما كانت في دعوة لقبول المعونة الأمريكية اللي عرض الأمريكان علينا على أساس أنهم نحن نعمل تحالفات معاهم ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت ضجة كبيرة جدا اللي هي في الآخر في بعض الناس بينسبوا قيام انقلاب 1958 لمواقف الشعب ضد المعونة الأمريكية بعض النظريات. فكنا نؤثر على هذا البرلمان نفسه، نحن كنا بنعبي الناس يؤثر على البرلمان. ما بالضروري أنك يكون عندك نواب غالبة، لكن عندك نائب واحد نائبين وعندك جمهرة بتجيبه تطوق البرلمان وأمورك جميلة يا دكتور. طيب أنت يعني الآن يمكن اتكلمت بحماسة شديدة جدا وبرؤى واضحة جدا وعبرت عن روح تلك المرحلة الشبابية. نعم. اللي كانت مفعمة بالمعاني اللي تفضلت بذكرها، ولكن ما بتفتكر أن الروح اختلفت؟ يعني الآن أنت في ونساتك في المنتديات اللي بتتكلم فيها في غيره، حتى الآن في الجلسة دي الواحد بيحس بأنك يعني على المستوى الشخصي لا تخلو من نزعة صوفية. أنت تعرف النزعة الصوفية دي هي شالة الحزب الشيوعي. كيف؟ بمعنى أن الكادر بتاعه الذي تفرق له ويعني وأعطاه وقته عاش على الكفاف وعاش على زهادة من مجتمعه. الناس ديل كان في سنوات الخمسينات بياخدوا زي أربعة ما هي الواحد أربعة خمسة جنيه ومكتفي بذلك. الأربعة خمسة جنيه دي كانت ما هي الطلبة في السكة حديد. يعني نحن الحزب من حماسته كان يوازي الكادر بتاعه بالطلبة بتاع السكة عشان يبدو على عماليته، يمكن دي عندها مشاكلة، لكن ده كانت الزهادة دي اللي هي
يعني فيها صوفية ساعدتنا بأن هذا الكادر انتظم وتفرق وأعطى كل ما عنده بمال زهيد مستندا على التقاليد الصوفية. نحن عندنا صوفية عميقة جدا يعني مش تشربنا هذه الصوفية، ولولا هذه الصوفية ساعدتكم هي. لا هي بنية من بنياتنا، هي في هي في هي أصل في الشغل بتاعنا. أنا قصدت بالحتة دي بشكل مباشر الاعتقاد والإيمان. يعني زمان الفترة اللي أنت تكلمت عنها قبل شوية كانت المعاني دي بتاعت الإيمان والاعتقاد والكلام عن الدين وإلى آخره زي ما قلت أنت الأرض والسماء، لكن الآن بقت باينة حتى داخل عناصر قيادية في الحزب الشيوعي، بدليل إنه لو مشيت مقابر فاروق وزرت قبر الراحل نقد هتلقى مكتوب في القبر قبر العارف بالله الأستاذ محمد إبراهيم نقد. يعني أنا قصدت الحتة دي. شوف نحن اتضربنا ضربة بطالة في بعد حل الحزب الشيوعي وتكأك علينا الأعداء من زاوية إلحادنا، ودي كانت معركة كبيرة، دي كانت ضربة قاضية لم يفق منها الحزب الشيوعي حتى الآن. يعني حتى الآن إذا بيقول لك العارف أو يبدأ بالآيات أو يبدأ بالحديث أو كده، هي دي محاولة لحل مشكلة بيعتقدوا إنها حيحلوها بهذه الرمرمة الدينية، والحزب عنده خطة أخرى، خطة هجومية في منطقة الدين والعلم به والتقلقل فيه وكده. الحزب منذ تلك الضربة لم يقف على عقيدته الجديدة دي في أنه كيف يعالج المسألة بتاعت الدين، وأصبح يمشي بالدريبات الورع. ها أقول بسم الله الرحمن الرحيم لما كويس، لكن ما بتحلك أو تكتب العارف ما بتحلك. ها الناس ذاته يشوفوا فيها نفاق ودائما يشار إليها، ها أنت كيف تبدأ بكده وأنت كيف تبدأ بكده. الخطة الوداع عبد الخالق بعد النكسة دي وقال بصراحة، قال نحن يعني بعد الضرب بتاع حل الحزب الشيوعي والحملة اللي أثيرت حولنا من قبل خصومنا السياسيين أنه نحن وقعنا في عزلة وكيف نخرج من هذه العزلة؟ ما بالرمرمة دي، انت تجيب لك آية، انت تجيب لك كده يعني وتفتكر ده. انت ممكن طبعا القرآن متاح لك فيه معاني ثرة، يعني مثلا نحن لما حلونا بالخبر بتاع أحد المعلمين العالي اللي الرجل الولد قال أنه نحن يعني أن البقاء قديم في الأرض وكان في بيت النبوة لعنه الله، يعني الآية بتاعتنا البيانات مباشر استخدمنا بتاعت إذا جاءكم فاسق بنبأ في الأول، استخدام ذكي وبليغ لكن مش رمرمة لكن استخدمت موارد ثقافية عرفانية قرآنية استخدمتها في تضرب الناس الفسقة حاملي هذا النبأ الأثيم. لكن مدة طويلة دي كان مشاكل كثيرة مع الحزب الشيوعي. إخواننا نحن عندنا طرق أخرى، وده تفرقت له أنا العمل الثقافي عشان نمشي في الجبهة الثقافية ونكون عندنا هجوم على هؤلاء الرجعيين الذين يتدسرون بالدين، نجردهم من هذا الدين. لكن ما بتجردهم بأنك تمشي بورا تلقط لك آية من هنا وتمشي توري الناس انك بتصلي او تمشي الحج، ده مش طريقه سياسيه. الشخصيه ممكن تعمل اي حاجه، لكن طريقه حزب سياسي متجه اتجاهات تغيير المجتمع دي ما طريقته. ولذلك هم دلوقتي معتقلين، بل اصبحوا يقولون الماركسيه ذاتا احنا ما دارينا ليه ما قادرين نحل مشكله الدين دي، والناس ما الناس بيعاينونا كده وبيقولونا كده وكده. انت غلبك الطريقه المخطط للحزب ده، لو مشيت فيه ما عندك مشكلة. كان بيوصلك؟ كان بيوصلك لأنه كان بيحل إشكالات ليك وللناس ذاتهم. يعني إذن ده على المستوى العام، أنت الآن بتتكلم على المستوى العام الحزب الشيوعي وطروحاته أفكاره وسائله اللي اضطر الحزب الشيوعي لسبب أو لآخر أو جزء من قياداته أنه تتخلى عنها يعني استجابة للضغوط اللي مرست عليه. لكن يعني أنت عقيدتك تتخلى منها لأنه
ولأنه في الزول عنده رأي فيها. ده على المستوى العام، أنا فهمت النقطة. على المستوى العام، أنت على المستوى الخاص أيوة تفتكر أنت شخصيا أيوة مؤمن موحد تصلي وتصوم وكذا، على المستوى الخاص ده أنا ما بجاوب السؤال ده أبدا. قبل كده أخونا نجد رحمه الله أجاب على سؤال لا يسأل، هل تصلي هل تصوم؟ أنا هذا يعني سؤال ما بفتكر أنه لإعلامي أصلا، ما بجاوب عليه. أنا قصدت من السؤال لأنه أنا استوعبت أنه ده الحزب، ده قناعاته، ده فكره، ده مدرسته، وما حقه يستخدم الوسائل بتاعت الاستجابة للضغوط. أنت بتفتكر أنه يعني تعامل الحزب الشيوعي مع مسائل الدين بالشكل اللي تم ما متماشي مع قناعات وأدوات الحزب الشيوعي، وهو نوع من الاستجابة للضغوطات. طيب أنا أوريك الأدوات اللي استخدمتها أنا. نعم. يعني بدل أنا أصلي أو أصوم أو كذا، أنا استخدمت الأدوات. أنا أصدرت كتاب فيه كثير جدا من خلاصة أفكاري في الحتة دي، اسمه الشريعة والحداثة. نعم. وهذا الكتاب محاولة مني أنه أنا أتغلغل في تاريخ الإسلام في السودان، في مؤسساته، في مشروعاته، والكتاب مبذول، والقصد منه أنه أنا أمشي في خطة الحزب الهجومية لفهم الإسلام، فهم يعني الذين يلعبون أدوار في هذا الإسلام، وعلاقته بالاستعمار، وعلاقته بالقضائية. مسألة معقدة أنا أخذت فيها وقت كثير جدا أفكر. أدينا فكرة عامة. أدينا فكرة عامة. يعني مثلا نعم. هل الشريعة تقدمية ولا رجعية؟ سؤال طيب. مهم. أنا مشيت لقيت أنه في طور من الأطوار الأستاذ بابكر عوض الله يعني عرض عليه قضية. القضية دي فيها أنه مرأة زوجة توفى عنها زوجها، والقانون الإنجليزي بيطردها من البيت طالما العقد معمول مع الزوج. بابكر عوض الله بيحسه مشى للمفتي قاضي القضاء، قال له يا أخي أنا ضميري ما مرتاح، هل في الشريعة مخرج لهذه المرأة؟ القاضي القضاء قال له في مخرج، هو وراه الآية والشكل والقناع، وبمقتضى هذا عملت الحكم للمرأة بالاستمرار في البيت على أساس إنها جزء من العقد وهكذا. يعني ده إنه أنا يعني بدل ما أطلع أنا قاعد برا وأقول الشريعة رجعية والشريعة كذا والشريعة تظلم وتقطع، أنا دخلت في هذا النظام وشفت ما فيه من ما ممكن نحن نستثمره في مشروع لبناء دولة قانونية كذا، أشياء كثيرة تقوم جدا على الاشتراكية. تقوم على الاشتراكية، وده المعنى. مثلا الدكتور الترابي من بعض نظرياته أنه الشريعة لا يعني الشريعة تتنزل عن طريق البرلمان، مش تتنزل عن طريق النميري اللي أنت تصحى الصباح تلقى نفسك في دولة إسلامية وتضرب وكذا وكذا، تتنزل عن طريق البرلمان، أنك أنت عندك مشروع تجيبه مستلهم فيه الشريعة وكل معاني الحسان، وتجيبه للبرلمان القراءة الأولى، القراءة الثانية، القراءة الرابعة، لغاية ما تجيزه أو لا تجيزه كذا. ده أنا فكرة بروج ليها. أنا أفهم من كلامك ده أنك أنت ممكن تكون مع النظرية لكن بتحتاج أو بتنتقد التطبيق. النظريات بمعنى انه الان واحده من الاشارات اللي انا فهمتها ايوه ان الاسلام تقدمي، نتيجه انت وصلت لها. انا عرضت السؤال اللي بيعرضوه بعض الحداثيين، ها بيقولوا انه الشريعه كلها ما بنقدر نستصحبها في عصرنا الحديث وكذا. شفتها انا يعني ما درست كل الاشياء، لكن قدر ما درست وجدت أنه في سبب أقول الشريعة ممكن تستصحب. طيب كيف تستصحب؟ جبت لك الكلام بتاع التراب. تستصحب عن طريق التشريع في البرلمان، يعني في نظام ديمقراطي فيه برلمان كذا، اللي يجيز البرلمان يجيز البرلمان طالما برغبة الناس. أيوة لكنه ممكن بكل سهولة تقول أنه الشريعة مصدر مهم في قانون في دستور. تقول مصدر من مصادر التشريع الشريعة هو، تضيف لأي معاني تانية. نعم ما عندي مشكلة كشريعي في الجانب ده، في هذا الجانب جميل جدا. الصورة كده واضحة، لكن أنا أمشي معك أبعد شوية، دعمك أكثر
ونكون واضحين أكثر. منو اللي جندك الحزب الشيوعي؟ تذكر؟ تذكر خالص رحمه الله. جندني قريبي اسمه عبد الله محي الدين الحسن من أهلنا الحجراب، وديل أولياء كبار في منطقتنا ولهم مقابر في منطقة البار. وهو يعني ابن المدينة، أهله أبوه مننا وأمه من أهل الداخلة من أهل عبرة، ورجل ممتع ورجل ذكي ورجل نير ورجل يعني خلوق. طيب قبل ما تواصل، هو لما فيك وقعد معك وناقشك واستخدم وسائل معينة عشان يغنعك وإنت ناقشته، وهو تقريبا ده ممكن يكون حصل. أنا داير أسترسل في الجانب ده شوية، ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل.